أنا أسأل إخواني وأخواتي المسلمين، أنا ما جاي في البرنامج أقول لكم ادفعوا فلوس، لا، خلوا فلوسكم بجيبكم في حساباتكم، لكن أنا أطلب منكم أن تذكرون أن كلنا يوم من الأيام راح نموت، ويوم من الأيام راح ندخل القبر، ماذا أعددنا لمثل هذا اليوم؟ والله إن الكفن ما فيه جيوب، والله إن القبر مظلم وضيق ورطب ومليء بالحشرات. يا اخوان، في جنة ولا او نار؟ ايش انا عديت من اجل اني ادخل الجنة؟ ايش انا عملت حتى اطلع منها النار؟ انا اعتقد كل واحد منا، اكرر مرة ثانية، يجب ان تكون له رسالة، ورسالته في ان نغير هذه الدنيا لتكون عالم افضل لكل الناس.